فصفات المرأة المؤمنة إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. يا سبحان الله، في تاريخنا الإسلامي أبو سفيان هو والد السيدة رملة، والسيدة رملة استشهد زوجها فلم يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مؤمنة ورجلها مؤمن، جاهد في سبيل الله حتى مات، فأراد النبي أن يحفظ قدرها ويرد لها اعتبارها، فهي ابنة أبي سفيان زعيم مكة الكبير، رغم اختلافه الشهير ومحاربته وعداوته للنبي وللإسلام، هو وأبناءه وزوجته. نعم، لكن النبي لا ينظر إلى هذا الجانب وحده، إنما أراد أن يرفق بهذه الأرملة المؤمنة فضمها إلى زوجاته وأصبحت أما للمؤمنين، وغير اسمها من رملة وقال بل هي أم حبيبة. نعم، وصارت من حبيبات النبي المصطفى ومن زوجات الحبيب المجتبى، وهي أمنا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها بعد إسلام، لأن الرجل أسلم بعد فتح مكة. نعم، وأسلمت زوجه هند بنت عتبة ابن ربيعة التي بقرت بطن الحمزة وشقت كبده وفعلت به الأفاعيل يوم أحد، لما وقفت بين يدي رسول الله اعتلاها الخجل وتفصد جبينها عرقا، قال لها النبي: أأنت هند؟ قالت: هند، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أعف يا رسول الله، عفى الله عنك وعفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. فقبل إسلامها وقبل إسلام أبا سفيان، وكذلك معاوية، وكذلك أبناءه بعد. لكني أسوق القصة، فأعيروني انتباهكم وأسماعكم. لم يكن أبو سفيان قد أسلم، فاشتاق إلى بنته التي تزوجها حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب لزيارتها، فوقف لتفرش له الفراش إقياس يقعد عليه، لكنها لمت القياس، لمت الفراش، وظنت عليه أن يجلس على الفراش، فقال: يا ابنتي، أنا أبوك، أتجمعين الفراش وتظنين علي أن أجلس على فراش؟ قالت له: أنت عدو الله ورسوله، لا يجمعنا عامل مشترك، لن تجلس على فراش رسول الله إلا إذا أذن لك رسول الله، فولائي لزوجي الآن ولا ولاء لك علي، بل أنت عدو الله ورسوله وعدوا لكل المسلمين والمسلمات حتى وإن كنت أبي. يا الله، إذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. وفي حجة الوداع من وصايا النبي العدنان صلوات الله وتسليماته عليه، قال: ولكم عليهن ألا يدخل دوركم أحدا تكرهون،
ولا يطعن فرشكم احدا تبغضون ولا يدخل احد بيوتكم حتى يستأذنكم ازواجكم في الدخول او في المنع. هكذا البيوت، لان البيوت اسرار وفي البيوت عورات يجب ان تصان. فبيت المسلم كله عزة، وفيه تحفظ الشرف والكرامة، والناس على دين ملوكهم. نعم، فالحمو هو الموت كما جاء في سياق الأحاديث. فانظر واسمع رحمك الله، إذا أردت بعبدي خير الدنيا والآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة مؤمنة. ضع ما شئت من الخطوط تحت كلمة مؤمنة، لأن هذا هو الشرط الأساسي من قبل الله تبارك وتعالى وتوفيقه ليجمع الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اسمع رحمك الله، إذا أردت بعبدي خير الدنيا والآخرة جعلت له قلبا خاشعا. أين نحن، بل أين قلوبنا من قضية الخشوع؟ لماذا اختفى الخشوع من حياتنا؟ لماذا بوعد بين قلوبنا وبين الخشوع؟ لماذا بوعد بيننا وبين الدموع؟ سبحان الله، لأن الدنيا تربعت على عرش قلوبنا، فمحت حالات الاستحسان والاستعطاف، حالات الشفقة والمحنة، ومنعت من قلوبنا الخشية والإخبات والخشوع، فأصبحت القلوب لا تخشع، وأصبحت النفوس لا تقنع، وأصبحت العيون لا تدمع، وأصبحت البطون لا تشبع، حتى الدعاء أصبح لا يسمع. وهذه أمارات غضب الله، لأن ربنا جل وعلا له قوانين ثابتة ونواميس في كونه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه ولا يستجيب لنا، لقلة خشوعنا، لضعف إيماننا، لغياب دموعنا. وتفككت أقوى الأواصر بيننا، والبعض في حكم القطيعة يرتمي، ما عاد يجدي في الزمان تواعظ، فالوعظ أخفق من بريق الدرهم. سبحان الله، من علامات محبة الله للعبد أن يرزقه قلبا خاشعا. حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتفطر رجلاه، فإذا أشفقت عليه أمنا عائشة: يا رسول الله هون على نفسك، يا رسول الله أرح بدنك، فيقول بلسان الأدب المحمدي: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو الخشوع.